بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على حكم الصلاة على الغائب، وها نحن بصدد الكلام عن بعض التعليقات حول كتاب الميزان الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 73 من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حكم الصلاة على الغائب توقفنا عنده، وقلنا بأن العلماء قد اختلفوا في ذلك على رأيين. الرأي الأول يرى صحة الصلاة على الغائب، والقول الثاني يقول بعدم صحتها، وهذا ما حكاه الإمام عبد الوهاب الشعراني في ميزانه فقال: ومن ذلك قول الشافعي وأحمد بصحة الصلاة على الغائب مع قول أبي حنيفة ومالك بعدم صحتها. فهنا وجه الأول الاتباع، أي دليل الرأي الأول القائل بصحة الصلاة على الغائب الاتباع في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وعرفنا قصة النجاشي بالتفصيل وقصة إسلام النجاشي بالتفصيل في اللقاء الماضي. والثاني يقول، أي القائلين بعدم صحة الصلاة على الغائب، إن هذا خاص حيث قال الشيخ الشعراني. ووجه الثاني يقول ذلك خاص للنجاشي، هذا الأمر خصيصا للنجاشي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه، فلا يقاس عليه. ده بالنسبة لذلك الأمر. حتى قال: واستدلوا بحديث زويت لي الأرض، زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وكل مقام كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون لخواص أمته ما لم يرد نص بخلافه، ما لم يرد نص بخلافه. ثم قال: وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالى، لا تسطر هذه الأسرار في كتاب من الكتب، لا تسطر في كتاب من الكتب. طيب، ده بالنسبة لما حكاه الشيخ رضي الله عنه في حكم الصلاة على الغائب. نأتي بعد ذلك إلى حكم آخر، ألا وهو بيان حكم الدفن ليلاً. حكم الدفن ليلاً، هنا الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، قالوا بأن الدفن ليلاً جائز، يجوز الدفن في الليل وفي النهار في هذه الحالة. ولذلك عندما حكى الشيخ عبد الوهاب الشعراني ذلك قال: ومن ذلك قول الأئمة الأربعة
إنه لا يكره الدفن ليلا. إنه لا يكره الدفن إيه؟ إنه لا يكره الدفن ليلا. وعرفنا إيه؟ وعرفنا ذلك الإيه؟ ذلك الأمر في مثل هذه الإيه؟ الحالة. طيب بيان الحكم فيما لو وجد عضو ميت وفقد سائره. بمعنى ايه؟ قالوا لقينا رجل انسان، او وجدنا راس شخص، او وجدنا يد شخص واحد. في هذه الحاله زي طبعا ما احيانا واحد بيموت غريق، وبعد كده ممكن نلاقي راسه، ممكن نلاقي دراعه، ممكن نلاقي السمك كل بعضه فنجد رجليه. في هذه الحاله في بيان الحكم، هنا بيان الحكم فيما لو وجد عضو ميت وفقد سائره. شيخ الشعراني زي ما احنا عارفين انه بيحكي آراء المذاهب الفقهية في المسائل، في هذه الحالة بيحكيها من كتب المذاهب الأربعة ومن كتب مقلديهم كذلك أيضا. فهذه المسألة قال بيّن فيها بيان الحكم فيما لو وجد عضو ميت وفقد سائره. لقينا راسه، لقينا رجليه، لقينا إيديه. في هذه الحالة قال ومن ذلك قول الشافعي وأحمد. هنعمل فيه إيه؟ قال ومن ذلك قول الشافعي وأحمد إذا وجد عضو ميت الغسل وصلي عليه. يعني ناخذ الرجل نغسلها ونصلي عليه، ناخذ الدماغ نغسله ونصلي عليه في هذه الحالة، أو في هذه الحالة مع قول أبي حنيفة ومالك إنه لا يصلى عليه إلا إن وجد أكثر الميت، إلا إن وجد إيه؟ أكثر الميت. هنا ده بالنسبة لهذا. يبقى لو وجد عضو من أعضاء الميت وفقد الباقي، عند الشافعي وأحمد أننا نأخذ هذا العضو ونغسله ونكفنه ونصلي عليه، وعند أبو حنيفة قال لك لا يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر الميت. إيه دليل الأول وإيه دليل الثاني؟ ما حكاه الشيخ الشعراني في كتابه الميزان الكبرى الشعرانية، قال ووجه الأول أي دليل الرأي الأول أن الصلاة حقيقة إنما هي على الروح. الصلاة مش على الجسد، حقيقة أمر الصلاة على إيه؟ على الروح. والروح لا فرق بين تعلقها بالعضو الذي وجدناه ولا بين سائر الجسد. في هذه الحالة ما فيش فرق، صليت على العضو ده ماشي، صليت عليه ايه من غيره ماشي، لا تعلق، لا فرق بين تعلق، ان الروح كما تتعلق بهذا العضو تتعلق بغيره من اعضاء الجسد. في هذه الحالة لا فرق بين تعلقها بالعضو الذي وجدناه ولا بين سائر الجسد، يعني الروح زي ما لها تعلق بهذا باليد، ولها تعلق بالرجل، لها تعلق بالرأس، فمن هنا انت صليت على رجله فكأنك ايه صليت عليه كله، صليت عليه ايه، صليت عليه كله. نيجي يا حبيبي وجه الثاني،
أن الحكم دليل للرأي الثاني، قال لك لا ما نصليش إلا إذا وجدنا أكثره، أن الحكم يكون للأغلب، حكم يكون للإيه؟ الأغلب، اللي يطلق عليه إنه إنسان إيه؟ إن يكون أكثر موجود، كما لو وجدنا إنسان مقطوع الرجلين أو وجدناه كله إلا وركه أو غير ذلك من مثل هذه الإيه؟ الأمور. ثم قال وبالجملة إذا كانت الصلاة حقيقة إنما هي على الروح فالصلاة تلحق جميع أجزاء البدن المتفرقة حتى ولو في ألف مكان، يعني الصلاة في هذه الحالة وإن كانت حقيقة على الروح إلا أنها تلحق، إلا أنها تلحق جميع أجزاء البدن المتفرقة، تلحق رجليه اللي ملقيناه، تلحق راسه اللي ملقيناهاش، تلحق إيديه اللي لقيناه، وهكذا، يعني تلحق الصلاة في هذه الحالة، تلحق الصلاة ما وجد وما لم يوجد في هذه الحالة حتى ولو تفرقت أجزاء ذلك الشخص الميت في ألف مكان فيحصل لجميعها المغفرة، فيحصل لجميعها المغفرة والرحمة والمسامحة وتكفير السيئات أو رفع الدرجات، أو رفع الإيه؟ الدرجات، لعله قد وضح. طيب هنا دلوقتي قال إيه؟ لو قتل الإنسان نفسه، أو قتل في حد في هذه الحالة، إذا قتل الإنسان نفسه، الإمام أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول الشيخ الشعراني بيحكي كلام العلماء في ذلك، قال ومن ذلك قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة والشافعي إن الصلاة تجوز على قاتل نفسه في هذه الحالة، في هذه الحالة إما الصلاة من قبل الإمام أو يعني وغيره، إن الإمام يصلي على قاتل نفسه مع قول مالك وأحمد إن من قتل نفسه أو قتل في حد في هذه الحالة لا يصلى عليه، وكذلك أحمد قال بأنه لا إنه لا يصلي الإمام على قاتل نفسه في هذه الإيه؟ في هذه الحالة. طيب ده كل هذه الأمور، يقول كل هذه الأمور طبعا يبقى عندنا رأي بيقول يصلى على من قتل نفسه، ورأي تاني بيقول لا يصلى عليه، تشجيع الناس لما يتعلق بمثل هذه الأمور. طيب الأول مخفف في جواز الصلاة على من ذكر، والثاني مشدد. طيب قال لك دلوقتي الإمام أنه يصلى على من من قتل نفسه، ليه؟ قال لك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله في هذه الحالة، حتى ولو كان قتل نفسه، قال لك حتى ولو كان قتل نفسه، حتى ولو كان قتل في قصاص، حتى ولو كان قتل في قصاص في هذه الحالة. جماعة التانيين اللي هم بيقولوا مالك وأحمد قال لك لا يصلى عليه، إيه وجهة نظرهم؟ قال والله وجهة النظر أن الصلاة تطهير، وهي لا تطهر، لا تطهر، وهي لا تطهر، أن الصلاة تطهير وهي لا تطهر من عليه حق لآدمي، من عليه حق لإيه؟
لآدمي، سواء قتل نفسه أو قتل غيره، أو سواء قتل قصاصا أو سواء قتل في حد، قال لك إن الصلاة تطهير للميت وشفاعة له، وهي لا تطهر من عليه حق لآدمي، بل الحقوق باقية عليه إلى يوم القيامة. حتى قال البعض بأن النفساء إذا ماتت لا يصلى عليها، قالوا بأن عدم صحة عدم الصلاة عليها استدلوا على ذلك بأنها شهيدة، أنها إيه؟ أنها شهيدة، كما ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنفساء يقتلها ولدها يجرها إلى الجنة، يجرها إيه؟ إلى الجنة. إذا ماتت النفساء، هل بال حضرتك، فإنها إيه؟ في هذه الإيه؟ في هذه الحالة النفساء في هذه الحالة لو ماتت قالوا ما لا يصلى على إيه دليلك؟ قال لك لأن لها حديث خاص عن سيدنا رسول الله، وأنها إيه في هذه الحالة، أن رواه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النفساء يقتلها ولدها، يعني النفساء لما تيجي تموت النفساء بسبب يعني في هذه الحال بسبب ولادته، وهي لم تبرأ من النفاس وماتت بسبب ذلك بسبب الولد، النفساء يقتلها ولدها، أي تموت بسبب ولدها الذي ولدته، قال يجرها إلى الجنة، يجرها إلى ميم إلى الجنة. هذا إنما هو دليل أبي حنيفة والشافعي على عدم إيه؟ على أنه لا في هذه الحالة، على أنه إذا في هذه الحالة الإمام أنه إيه؟ له الإمام أنه لا يصلى على مين؟ على النفساء، أنه لا يصلى على الإيه؟ النفساء. طيب، ده بالنسبة لذلك. نيجي بعد ذلك إلى إيه؟ إلى من استشهد جنبا من حيث تغسيله وعدم تغسيله. من استشهد جنبا هل يغسل ولا لا يغسل في هذه الحالة؟ الشهيد قول مالك، وهو الأصح من مذهب الشافعي، أن الجنب إذا استشهد لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا إيه؟ ولا يصلى عليه، مع قول أبي حنيفة أنه يغسل ويصلى عليه، مع قول الإمام أحمد أنه يغسل ولا يصلى عليه. يبقى عندنا الشهيد إذا استشهد وكان على حال الجنابة، قال والله هناك من يرى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ده رأي، وهناك من قال أنه يغسل ويصلى عليه، وهناك رأي ثالث يقول أنه يغسل ولا يصلى إيه؟ عليه. هذه الآراء الثلاثة حكاها الشيخ عبد الوهاب الشعراني في ميزانه فقال: ومن ذلك أي ومن المسائل المختلف فيها بين أئمة المذاهب الفقهية قول مالك، وهو الأصح عند الشافعي، إن الجنب
إن الإيه؟ الجنب. قال: ومن ذلك قول مالك، وهو الأصح من مذهب الشافعي، إن الجنب إذا استشهد لا يغسل ولا يصلى عليه، مع قول أبي حنيفة إن الجنب إذا استشهد يغسل ويصلى عليه، ومع قول أحمد الإمام أحمد بن حنبل إنه يغسل ولا يصلى عليه، إنه يغسل ولا يصلى إيه عليه. كل واحد من الأئمة وكل رأي من هذه الآراء له دليل وله وجهة نظر. ليه؟ علشان لما نيجي نقول إن اللي أخذ برأي أبي حنيفة بيكون أخذ بسنة سيدنا رسول الله، لأن له اجتهاد. حضرة النبي قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، ياخد أجرين ثوابين، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ثواب واحد في هذه الحالة. فهنا المسألة فيها ثلاث آراء، خدت برأي منهم تكون قد أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ برأي أبي حنيفة يكون قد أخذ بسنة رسول الله، ومن أخذ برأي مالك يكون قد أخذ بسنة رسول الله، ومن أخذ برأي الإمام الشافعي يكون قد أخذ بسنة رسول الله، ومن أخذ برأي الإمام أحمد يكون قد أخذ بسنة رسول الله. إذ كل هؤلاء الأئمة، سيدنا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، إنما بنوا مذاهبهم على أصول وعلى قواعد مستنبطة من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله. طيب، فهنا ما نيجي نقول الجنب استشهد لا يغسل ولا يصلى عليه، وإذا ما ذهب إليه الإمام مالك والأصح من مذهب الإيه؟ الإمام الشافعي. إيه دليلهم؟ قالوا: بيانوا استدلوا بأن ذلك بيان أن الشهادة تطهر الشهيد حسا ومعنى، أن الشهيد طاهر حسا إيه ومعنى في هذه الحالة. إذا كان ربنا قال على الشهيد أنه حي يبقى طاهر حسا ومعنى، فالشهادة طهرته حسا وإيه ومعنى، حيث قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، حياة في الجنة. ولذلك سيدنا رسول الله لما قال إيه، قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. تسرح في إيه؟ في الجنة. يعني اللي مات ابنه شهيد، واللي مات في أبوه شهيد، واللي مات أخوه شهيد، ده يفرح لأنه حي، روحه بتسرح في الجنة. لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وربنا قال بعد كده، قال إيه؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله.
فرحين فرحانين، ربنا اداله الشهادة يعني من عليه به، يعني عايز يقول لك ايه ربنا، ان هو هناك بيقول ربنا انعم علي بنعمه ما كنتش استطيع ان اصل اليها الا بفضل الله عز وجل علي. فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وإيه الدليل؟ لأن سيدنا الإمام سيدنا الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لأن الشهادة تطهر الشهيد حساً ومعنى، حساً ومعنى، نعم حساً محسوس بالمحسوس كده قدامك الجسد بجسده، وبمعناه الثاني يعني بروحه، يعني بجسده وبروحه في هذه الحالة. حساً تطهر جسداً، محسوس قدامك، شايف جسده قدامك، لما الواد بيموت مش بيجي قدامك، بيستشهد وبيجي حسا موجود قدامك اهو، شايفه بعينيك، تحط ايديه عليك عليه وما الى ذلك. اما معنى فروحا، وهذا امر لا تدركه انت، بتطهر روحه في هذه الحال، يعني تطهر جسده وروحه. طيب ده بالنسبه لذلك. اما الامام ابو حنيفه قال انه يغسل ويصلى عليه، ليه؟ قال لك لأن الغسل زيادة فضل، والصلاة عليه أيضا زيادة مغفرة بالدعاء. قال ودليل الإمام أبي حنيفة فيما حكاه الشيخ الشعراني في ميزانه حيث قال ووجه الثاني أن أحدا لا يستغني عن زيادة فضل ربه. كلنا محتاجين لفضل ربنا، ولا يوجد أحد مستغني عن فضل الله بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولا عن تطهير جسده بالماء، بل يزيده الدعاء درجات، بل يزيده الدعاء درجات، والماء إنعاشا. في هذه الحال بيقول لك الشهيد ده ربنا كرمه وربنا أعطاه منزله وما إلى ذلك، لكن إحنا بنصلي عليه. بتصلي عليه ليه؟ قال لك لأنه بيزيد الصلاة على الميت دعاء، فهذا يزيد ويرفع في درجته، والماء يزيده إنعاشا مع أنه شهيد. نعم. أمال إيه؟ الاثنين. نعم. في هذه الحالة أمال إيه؟ ده بالنسبة لذلك. الاثنين مع بعض. والقبر كذلك. وهذه من الأمور الغيبية التي كلفنا بأن نؤمن بها. هذه الحاجة ودي كلها من الأشياء المسموعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن المعتقد في الذكر أو نقل الثقات اعتقدي، زي ما جه في في عقيدة العقيدة بتاعة أهل السنة والجماعة اللي بندرسها لأبنائنا وبناتنا في الأزهر الشريف، العقيدة الأشعرية، بنقول لهم وكل ما جاء عن المعتقد في الذكر أو نقل الثقات اعتقدي، مثل سؤال القبر والعذاب والحشر والميعاد للحساب، صراطه ميزانه والرؤية ثابتة والحوض والشفاعة، كل دية السمعيات المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نكن نراه. احنا بنؤمن بأن هناك عذاب للقبر، بنؤمن بأن هناك نعيم في القبر. في هذه الحال لأن رسول الله سيدنا رسول الله قال القبر
إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر الإيه النار. طب إذا كان روضة من رياض الجنة يبقى صاحبه بينعم ولا بيعذب؟ بينعم. إذا كان حفرة من حفر النار يبقى صاحبه بيعذب ولا بيعذب شيء؟ يبقى بيعذب. دي كلها أمور مسموعة عن إيه؟ عن إيه؟ سمعيات. أمرنا وكلفنا بأن نؤمن بها، فيجب الإيمان بها، بهذه السمعيات. عندك سؤال القبر، عندك عذاب القبر، عندك الحشر يوم القيامة، عندك المشي على الصراط في هذه الحالة. وكل ما جاء عن المعتقد في الذكر أو نقل الثقات اعتقدي، مثل سؤال القبر والعذاب والحشر والميعاد للحساب، صراطه ميزانه والرؤية ثابتة والحوض والشفاعة. كل هذه الأمور الإيه الغيبية، والعلماء ذكروها ولها مجال ولها أمر مبسوط في كتب الإيه التوحيد في هذه الحال. عندنا دليل الرأي الأول، دليل الأول اللي هو بيقول إيه؟ اللي هو بيقول طبعاً إيه؟ خلي بالك ما هنا طبعاً إن الإمام يصلي. طيب إن طبعاً إيه؟ الجنب إذا استشهد لا يغسل ولا يصلى عليه. قال لك لأن الشهادة تطهر الإنسان حساً وإيه ومعنى. طب الثاني اللي هو إيه؟ أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. الأولاني بقول إيه؟ لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الشهادة تطهره حساً وإيه ومعنى. الثاني بيقول إن يغسل ويصلى عليه، لأنه لا يوجد أحد يستغني عن فضل ربه، بل الكل محتاج ومفتقر إلى فضل الله، فضل ربه، بالدعاء له بالمغفرة، بالدعاء له بالرحمة، ولا عن تطهير جسده بالماء، بل يزيده الدعاء درجات والماء إيه إنعاشا. ووجه قول الإمام أحمد، الإمام أحمد قال إيه؟ قال بنغسله ولا يصلى عليه، لا يصلى إيه عليه. قال لك لأن الجنابة نوع آخر خلاف حدث الموت، خلاف حدث الإيه الموت، فحدث الإيه الموت فيحتاج إلى غسل، يحتاج إلى إيه غسل. الشهيد وإن كان حي عند ربنا يرزق كما صرح به القرآن الكريم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الغسل يزيده وضاءة وحسنا وزيادة أنوار وزيادة بهجة بالنسبة له في مثل هذه الحالة، إضافة إلى أن الشهيد في هذه الحالة الجنابة حدث آخر من نوع إيه معين يختص به إيه دون إيه دون غيره. طيب ده بالنسبة للمسألة الثانية أو التي معنا من إنه إذا استشهد الجنب من حيث تغسيله والصلاة إيه عليه. طيب المقتول نعم العادي اللي هو إيه نعم بالنسبة لإيه؟ لا يغسل ولا يصلى عليه قولا واحدا، اقتداء بكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد والسقط. الكلام في الجنوب في من عليه جنابة في هذا الأمر. نيجي بقى بيان حكم المقتول من أهل العدل. قالوا
المقتول من أهل العدل أي في قتال البغاة غير شهيد، فيغسل ويصلى عليه، مع قول أبي حنيفة إنه يغسل أو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وعند الإمام أحمد روايتان. المقتول من أهل العدل في قتال البغاة، بغاة من المسلمين على كل حال، الشهادة لا تكون إلا لمن قتله الكفار الذين هم أعداء الدين حقيقة. هذا فيما يتعلق بذلك الأمر، ولكن لما أبو حنيفة عليه قال إنه قتال لنصرة دين الله، حتى وإن نزل الأمر عن نصرة أهل الدين بجامع أن كل من المقتولين بائع نفسه لله ولنصرة دين الله. طيب، حكم المقتول من أهل البغي، المقتول من أهل البغي يعني البغاة هم الخارجين، إذا قتلوا أحدا منا فهو شهيد، إما إذا قتلناهم في هذه الحالة يغسلون ويصلى عليهم في هذا الأمر، أما وجه كونه تغسيل فهو مسلم على كل حال. ورأي الثاني قال وهما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، أنه كالمحارب لدين الله فلا يصلى عليه، بل لا تنفعه الصلاة عليه ولا ينفعه الغسل إلا أن يتوب، إلا أن أن يتوب. طيب، من قتل ظلما، نعم سواء كان البغي بغير حق أم بحق صلى عليه، نعم نعم. بالنسبة للقول الثاني قول الإمام رضي الله عنه، ألا يعتبر مثلا عندما قتل ألا يعتبر ذلك تكفير له؟ لا يعتبر ذلك تكفير له، لا، لأنه بغى على أناس واعتدى على أناس، هذا ما كان ينبغي له أن يعتدي عليهم، لأنه اعتدى على أناس بفهمه الخاطئ وفكره الضال، وهذه وجهة نظر الإمام أبو حنيفة أنه لا يصلى عليه لأنه لا تنفعه الصلاة عليه ولا الغسل إلا أن يتوب، وهو لم يتوب، مات على غير توبة في هذه الحالة. والإمام أبو حنيفة بهذا هو عادل ورأيه له وجاهته في هذه الحالة، لأننا نكون قد أبحنا لهم ولغيرهم أن يعتدوا على الأبرياء في هذه الحالة، مثلما نراهم من أناس يقومون بالاعتداء على أبرياء وغير ذلك. هذه وجهة نظر الإمام أبو حنيفة، بيان من قتل ظلما. من قتل ظلما في غير حرب، قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قال إنه يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى ويصلى عليه، ده بالنسبة لذلك لذلك الأمر، هل يغسل ويصلى عليه. نيجي بعد كده لأحكام أخرى، ألا وهي أحكام المشي وراء الجنازة، تشييع الجنازة، بيان تشييع الجنازة. قال والله في نلاقي بعض الناس الحالة ديت
بيجم وهم رايحين يشيعوا الجنازة بنلاقيهم بيمشوا قدامها والجنازة وراها، بيمشوا قدامها والجنازة إيه وراها. وبنلاقي بعض الناس بص تلاقيهم بيكونوا ورا الجنازة والجنازة قدام. الشيخ عبد الوهاب الشعراني بيحكي لنا كيفية المشي وراء الجنازة وما حدث من ما ذكره أئمة المذاهب الأربعة في ذلك، فيقول: ومن المسائل المختلف فيها. قال: ومن ذلك، أي ومن المسائل المختلف فيها، قول الشافعي وغيره: إما المشي أمام الجنازة أفضل. المشي أمام الجنازة الإيه أفضل، مع قول الثوري: إن الراكب يكون وراء الإيه الجنازة، أما الماشي فحيث شاء يجوز له إن يكون أمام الجنازة ويجوز له إن يكون إيه إن يكون خلف الجنازة. طيب، ده بالنسبة لما يتعلق إلى إيه هذا الأمر. طيب، المشي أمام الجنازة أفضل، مع قول الثوري: إن الراكب يكون وراء الجنازة وإن الماشي يكون حيث شاء. يكون حيث إيه؟ يعني يجوز أن يكون وراه ويجوز أن يكون إيه؟ أن يكون أمامه. طيب، بيان حكم. انتقل الشيخ الشعراني إلى بيان الحكم في من مات بالبحر ولم يكن بقربه ساحل في هذه الحال. مات في البحر ولم يكن بجواره ساحل. حكى الإمام عبد الوهاب الشعراني زي الناس اللي هم في بلاد ساحلية أو بيركبون البحر في أسفار متتابعة، رجل مات وفي الحالة دي لا يوجد بقربه قرية أو مدينة يدفنوا فيه، فقال إيه بقى؟ الحكى الإمام الشعران هذه المسألة فقال: إن من مات بالبحر ولم يكن بقربه ساحل، قال: جعل بين لوحين وألقي في البحر، إن كان في الساحل مسلمون، إن كان في الساحل إيه مسلمون، إن كان في الساحل مسلمون وإن كان فيه كفار نقلا وألقي في البحر ثقلا وألقي في البحر ليجعل بقراره. يجعل بإيه؟ بقلاب. يعني لو معهم طوبة ولا معهم حاجة تقيلة بإيه؟ يعني ينزل في مثل هذه الحالة. طيب، مع قول الإمام أحمد، احنا قلنا الأئمة الثلاثة قالوا كده: إما أن يوضع على لوح وإيه ويتركوه إن كان في الساحل مسلمين، وإن كان غير مسلمين فاحنا بنتقلوا هذه الحالة. الإمام أحمد قال: يثقل قولا واحدا ويرمى في البحر بكل حال،
ويرمى في البحر بكل حال إذا تعذر دفنه. إذا تعذر إيه؟ تعذر دفنه، موجود في البحر وفي سفينة، ولا يستطيعون أن يصلوا إلى مكان هذا المكان. يا نعم لو فيه ماشي، احنا بنقول دلوقتي إذا تعذر دفنه أو إذا تعذر وضعه في مثل هذه الحالة هيسيبوه يجيف ويلتن؟ طيب، لأن ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، فيه خلاص، ما هو فيه ما فيش بقى حكم، هو بيجيب لك الحكم في حالة عدم وجود شيء من مثل هذه الإيه الأمور. هذه الحالة. وجه الأول الاحتياط لحرمة المسلمين، وربما يجده أحد من المسلمين فيدفنه في الأرض لأنه هو الدفن الحقيقي التي تبرأ به الذمة، ويكون المسلمون الذين يجدون ذلك الميت كالنائبين عن الذين حضروا موته في الدفن، بخلاف ما لو كان في الساحل كفار فإنه يثقل لينزل قرار البحر لئلا تنتهك حرمته. وجه الثاني وهو الإمام أحمد بن حنبل أن المقصود الأعظم من الميت من الدفن إنما هو الوفاء بحق الميت وإكرام جسمه بعد الموت بتغييبه عن العيون وعدم تأذي الناس برائحته وتعرضهم للوقوع في سبه إذا شموا نتن ريحه وغير ذلك. ده كلام، وهذا الكلام في حالة عدم توفر، في حالة التعذر وعدم توفر ما يحفظه في إيه في مثل هذه الأمور من الأمور الحديثة والتقنيات التي إيه نعرفها الآن. طيب، الجنازة طبعا وكيفية وضعها ونزلها في اللحد وتسنيم القبر طبعا أو تسطيحه. عارفين تسنيم القبر يعني إيه؟ نعم، اللي هو لما بيجوا طبعا بيحطوه بيعملوه كده بإيه؟ بحيث إن هو بيبقى، خلي بال حضراتكم، طبعاً إيه؟ طبعاً بيبنوا عليه، وهذا كله فيما يتعلق باللحد. أما فيما يتعلق بمدافننا في مصر ككلها، إن هو طبعاً إيه؟ إن هو لكان بيدفن في اللحد. أما فيما يتعلق بمدافننا وأنه بيدفن في مكان إحنا بنبني القبر له، لا، هذا لا كلام فيما يتعلق بشأنه، لأن أرض مصر طبعا كما نعرف أنها رخوة، فالإنسان بيدفن فيها على ظهر الأرض في هذه الحالة، وهذا أمر لا يوجد كلام فيه في مثل هذه الأمر. تسنيم القبر إنما هو جعله على هيئة هرم أو سنم أو غير ذلك، هذا في اللحد. ولذلك لما بتلاقي هما بيجوا للميت وبيدفنوه وبعد كده في لحد بيحطوه في قلب اللحد وبعد كده بيبنوا عليها على طول كده ايه، يعملك زي حاجة زي هرم من الجهتين كده، ده حاجة. وده بتشوفها في بعض القرى والريف اللي هي بالله، لكن احنا دلوقتي ايه استعيض عن ذلك ببناء الايه، ببناء المقابر اللي هي زي شبه اوض مغلقة وبننزلوا فيها وانتهى الأمر، بس يراعى فيه توجيهه للقبلة وغير ذلك. طيب، ولذلك الشيخ الشعراني بيحكي عما كان موجودا فيقول: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن رأس الميت توضع عند رجل القبر ثم يسل الميت سلا إلى القبر، مع قول أبي حنيفة إن الجنازة توضع على حافة القبر في هذه الحالة ثم ينزل على القبر في هذه في هذا الأمر. وطبعا هل طبعا اللحد دلوقتي القليل
اللي بيعمل ايه؟ اللي بيعمل اللحد. المشي بالنعال على القبور بين القبور، طبعا المشي على القبور ده مكروه في هذه الحالة، بل قال البعض بأنه محرم بين القبور، هل هو من ذلك قول الأئمة الثلاثة والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك عدم كراهة المشي بالنعال بين القبور، مع قول أحمد بأن ذلك مكروه، يعني معناها أن أنت لو دخلت القبر بين المقابر تقلع الحذاء بتاعك، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، ولكن استدل الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي قال بعدم ورود نص صريح بالنهي عن ذلك، بالنهي عن إيه؟ عن ذلك. الراجل اللي بينزل الميت في القبر لو لبس الجزمة بتاعته عند الأئمة الثلاثة إن ذلك مكروه ولا شيء فيه، عند الإمام أحمد قال إن هذا يعتبر إن هذا يعتبر إيه؟ مكروه، يعني عدم الكراهة عند الأئمة الثلاثة، الكراهة عند الإمام مين؟ أحمد. استدل الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي بعدم القراءة، قال لك لم يرد نص صريح في النهي عن ذلك، في النهي عن إيه؟ في النهي عن ذلك. وجه الكراهة، خلي بال حضرتك، الإمام أحمد قال لك يكره، استدل بحديث، هذا الحديث قال لك أن رسول الله قال لمن رآه يمشي بين المقابر بنعلين اخلع نعليك، قال كده، فقال لك رد عليه وقالوا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلعهما احتراماً للموتى، احتراماً لإيه؟ للموتى، من حيث إن الميت يدرك طبعاً عدم احترام الناس له إذا مشوا على بين قبره بالنعال، وإن لم يلحق بجسمه ألم لذلك. أما الذين قالوا بأنه غير مكروه ويجوز المشي بالنعال بين المقابر مراعاة حق الحي، تقديم حق الحي على حق الميت، مراعاة حق الحي وتقديم على حق الميت في مثل هذا الأمر، من حيث أنه ربما يتضرر في هذه الحالة بحرارة الأرض، وربما يلحقه أذى إذا مشى، ومن هنا يحتمل أن يكون النبي قد أمره بخلع نعليه، بخلع عليه لكونهما كان لباس أهل الإعجاب كما يقتضيه سياق الحديث من أنهما كانا فاخرين، حيث ورد في الحديث أنهما كانا ثبتيتين، يعني كان من نوع خاص، فالنبي أمره في هذه الحالة لأنه ذلك أهل الإعجاب، فعايز يقول لك
انت بتروح المقابر عشان تعتبر بالموتى، تعتبر بالايه؟ بالموتى، مش رايح معجب بنفسك امام الايه؟ المقابر، وغير ذلك من مثل هذه الايه؟ الامور. ثم بعد ذلك تعرض الشيخ الشعراني لبيان حكم التعزية فقال: ذاكرا آراء العلماء في حكم التعزية قال: ومن ذلك قول أبي حنيفة إن التعزية سنة، تعزية إيه؟ سنة. هذا الكلام لم يقل به أبي حنيفة فقط، بل قال به أئمة المذاهب الأربعة: التعزية سنة، تعزية أهل الميت في مصابهم سنة في هذه الحالة. قال: ومن ذلك قول أبي حنيفة إن التعزية سنة. قال لك السنة عنده قبل الدفن، تعزيهم قبل مين؟ تواسيهم قبل الدفن، تأخذ بخاطرهم قبل دفن الميت، لأن المصاب بيكون إيه؟ أليم، وبيبقوا طبعاً مشغولين بميتهم في هذه الحالة، والفاجعة بتكون أعظم. قال: ومن ذلك أي ومن المسائل المختلف فيها بين أئمة المذاهب الأربعة قول أبي حنيفة إن التعزية سنة قبل الدفن لا بعده، مع قول الشافعي وأحمد إنها سنة قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام، يعني تعزية الميت إيه؟ سنة عند أبو حنيفة قبل الدفن، وعند الشافعي وأحمد إنها سنة قبل الدفن وبعد الدفن إلى مضي ثلاثة إيه؟ أيام، إلى مضي ثلاثة أيام. قال لك الإمام أبو حنيفة لما قال لك إحنا بنعزي الميت قبل ما يندفن، أهل الميت، تعزية بكل أهل الميت قبل ما يندفن، ليه؟ لأن شدة الحزن إنما تكون قبل الدفن، شدة الحزن بتكون قبل الإيه؟ الدفن، فبنوسيهم وبنخفف عنهم في هذه الحالة. قال: إن شدة الحزن إنما تكون قبل الدفن فيعزى، إنما تكون قبل الدفن فيعزى ويدعى له بتخفيف الإيه؟ بتخفيف الحزن. لكن الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا إيه؟ قالوا استمرار الحزن غالبا قبل الدفن وبعد الدفن، فمواساتهم قبل الدفن ومواساتهم بعد الدفن، ويستمر ذلك إلى ثلاثة أيام، وقد يكون الشخص مشغولا بأمر مهم وقع فيه، مشغول بغسل الميت، مشغول بتجهيز الميت، مشغول بمتطلبات الميت اللي مات في هذه الحالة، فلم يتفرغ للتعزية إلا آخر الثلاثة أيام، فلولا امتداد وقت التعزية بعد الدفن لربما وقع بين المعزي والمعزى عداوة، إذا لم يتدارك التعزية بعد الإيه؟ بعد الدفن. قال لك بنفتح الباب للناس في مثل هذه الحالة في هذه الأمور، لأن في بعض الناس بتقول لك اللي ما أنت ما جيتليش فأبويا مانيش جاي لك، أنت بقى أنا الراجل يموت عندي وأنت ما تجيليش، فيحصل بذلك اصطدام بين الناس. فمن هنا نقول بأن اللائق وأن الذي ينبغي أن نميل إليه ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من امتداد التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وامتدادها ثلاثة أيام من وقت موت ذلك الرجل. طيب أما بيجوا عزوا الميت طبعا إيه؟
يروحوا يعيدوا عندهم عند الناس. بعض الناس بيروح يعز وعايز يقعد، بعضهم عايز ياكل، بعضهم عايز يشرب وما إلى ذلك. هذا يحكي الإمام عبد الوهاب الشعراني في ميزان ما ينبغي أن يكون في التعزية، من إنك رايح تخفف على الميت مش رايح تتقل عليه. وبعضهم بيبقى يروح عايز ياكل ويشرب كمان، واضح الكلام ولا خلاص انتهت؟ ويقولك ده الناس وبعضهم بيذبح ذبايح في هذه الأمور. عايز نقول ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد بكراهة الجلوس للتعزية، بكراهة الجلوس للتعزية. الجلوس حتى مكروه، عز وانت واقف ويلا مع السلامة، وسيه وشوف ايه اللي فيه في هذه الحالة. وأنه طبعا ايه ان ذلك، ومع قول أبي حنيفة بعدم الكراهة اقعد، بس ما قالكش اقعد وكل، ما قالكش اقعد وصمر نفسك وتبت في هذه الحالة، الناس مشغولين بميتهم. قال لك ايه؟ أنه شق على المعزين بتكليفهم المشي إليه إذا سمعوا أنه جلس للتعزية، وبعد أنه خفف على المعزين بالجلوس لهم بخلاف ما إذا لم يجلس، فربما جاءوا يعزونه فلم يجدوه فيحتاجوا إلى مجيء آخر في مثل هذه الأمور. هذه في مثل هذه الحالة، كل الكلام ده من غير تكلفة، وكل الكلام ده من غير إنك أنت طبعا بعض الناس تبص تلاقيهم في مثل هذه في مثل هذه الحالة. خلي بالك الرجل بيموت من هنا، ونلاقي إن بعضهم قد يتحمل أموالا طائلة ما بيدفعهاش من جيبه، بيدفعها من العيال الصغيرين اللي عنده اللي هيورثهم. في هذه الحالة الرجل لما بيموت المفترض انت جاي تعزي ما تحملنيش وما تحملش. وبعض الناس يقول لك لازم يعمل صوان ويكلفه دلوقتي في الحالة دي 50-60-70 بل يصل إلى 100 ومئات، يقول له يجيب مقرئ بياخد له المبلغ وما إلى ذلك. أنت هتدفع من جيبك ولا من جيب الأيتام الصغار في هذه الحالة؟ الأولاد القصر عايز تدفع من جيبك، بنقول لك اعمل زي ما أنت عايز تعمل، إنما عايز تدفع من مال الأولاد الصغار القصر بنقول لك لا، الشرع ما بيقول لك شيء، اعمل في مثل هذه الحالة. ومن هنا نقول بجواز التعزية على أي صورة من الصور، شريطة ألا يكون فيها تكلفة، هذه التكلفة تؤخذ من أموال الصغار القصر اللي هم اللي هم أولاد الميت اللي مات وغير ذلك من هذه الأمور. يقول لك الرجل مات ومش هنعمل له عزي يليق بيه ويكلف كلفته 200-300 ألف جنيه، أخوه يا عم وأبوه وابنه وما إلى ذلك، اللي عايز يعمل يدفع من جيبه. واضح الكلام؟ تدفع من من جيبك، لكن ما تدفعش، ما تروحش تعمل وتيجي تاخد من حق القصر اللي هو في مثل هذه الامور. واضح الكلام؟ قال ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة البناء على القبر وتبييض القبر وتزيين القبر وغير ذلك من مثل هذه الامور. قال إن القبر لا يبنى ولا يجصص، مع قول أبي حنيفة بجواز ذلك في هذه الحالة، ولكن دليل الأول لا يبنى عليه ولا يجصص ولا، وزي ما بنعمل كده بيعمل لك القبر بتاعه كأنه هو فندق 5 نجوم يا مولان، بعضهم بيعمل حمامات فيه، وبعضهم بيعمل زي ما بنشوف الحالة دي غلبة التسليم لله عز وجل بإلقائه بين يدي الله في القبر من غير حال، فوق ما يمنع شيئا من الآفات، تمنع عنه الآفات. وجه الثاني الأخذ بالاحتياط في
في مثل هذه الايه الأمور. طيب قراءة القرآن الكريم عند القبر قالوا هي مستحبة عند الأئمة الثلاثة، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل في هذه الايه الحال. وقالوا لأنها سبب لإنزال الرحمة على الميت. إنزال الرحمة على مين؟ جه الإمام أبو حنيفة قال لك يكره حتى قراءة القرآن على القبر. ليه؟ إن في ذلك امتهانا للقرآن في هذه الحالة. نظير ده بالنسبة لهذه الايه الأمر، ده بالنسبة لهذه الايه الأمر. يبقى استحباب القراءة، قراءة القرآن على الميت عند القبر، هذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. لأبو حنيفة قال يكره ذلك في مثل هذا الايه الأمر. والخلاف إنما هو في وصول ثواب القراءة إلى الميت، في وصول ثواب القراءة إلى الايه أو عدم وصوله في مثل هذا الايه في مثل هذا الأمر. ولكن نكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف عند الكلام على استحباب على قراءة القرآن على الميت عند القبر، ووصول ثواب القراءة وعدمها نقف عندها. ونسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم. ارض اللهم عن أزواج نبيك أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عن سيدي صاحب هذا الكتاب رضاء واسعا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.